والمباراة اللي حدث في الويكاند الأخير الترجي سي اس اس 1-1 يا عبد الكريم، شنو هو القاعد مش ماشي في الترجي؟ مش ماشي هو سي لا جيم بعدها مش ماشي. يعني سي لا جيم يضحك في كل مناسبة يقول لك يجبد له على الترجي يتغش ما يفيقش بروحه هو. أنت جايب لقاب بالذمة؟ لا على شو أنت جايب لقاب بالذمة؟ لا يا مكرم هو سألك استنى تتشنج يا مكرم ما خل... أنا سألته يا مكرم عاش خويا خلي نشوف شنو نعملوا منها مشكلة مكرم. اللي جاي لقاب يا مكرم يا مكرم أنت تتشنج هو ايش بدك على الترجي تجبدني في اللقاب يا مكرم يا مكرم وبرا وجبتك شنو المشكلة يا مكرم تتشنج على الترجي شبيني أنت عز أصحابي عيط بنور اللي ساعبي على الأخر منك يا مكرم من حقه خلق الكلمة شو المشكلة ما نعملوش منها تاولة وكراسي يا صاحبي يعرف مكرم كل جمعة تقص علينا في حاجة خرج يكمل كلام وعاش خوي وصل سي عبد الكريم شنو سؤال مش عارف سؤاله شنو سي عم مكرم عاش خوي من فضلك شو مش ماشي في الترجي كل شيء ماشي في الترجي الترجي الأول وإذا حسب كلام الناس في مش في حالته الباهية وهرب خمسة بونتو كيفاش ينجم يكون اذا حالته نقولوا احنا احسن من هكا بشهر يقولوا الترجي 15 24 يقولوا الترجي في المرتبه الاولى ويربح وما يقنعش في الاخر يقولوا شكون ربح وشكون هز بطوله مش شكون لعب خير وشكون قنع لكن هل يعقل ملاعبيه بالمليارات والترجي يبقى رهين الحصول على ضربه جزاء باش يربح لا لا الترجي مش الكل ضربه جزاء قاعده تربح الترجي وقاعده تقنع وقاعده يعني عندها من احسن اللاعبين تصير فترات فراغ كي كل اللاعبين الكل ولكن في الاخر العبره نقولوا احنا بالنتيجه ما فما حتى شيء ومش اول فريق ترجي يعني تصير قطيعة بينه وبين المدرب نتاعه مازلت ما سكتش اذا تلمح لا لا مازلت ما لمحش انا نسال طول انا توا نتيجه واذا تحب حتى اداء زاد شنو هما الجمعيات اللي يلعبوا كره خير من الترجي تحكي على المباراة الأخرانية كان ما ترجي ما ضيعش اثنين ثلاثة بونت وقت اللي كان رابح واحد بشيء راهي ولات ثلاثة بشيء وأربعة بشيء وما حكى حتى حد على المباراة ترى ولا مردود به كل شيء لا بقطع النظر أنا نحكي لك سي عبد الكريم أنا مانيش باش نهاجمك ولا نهاجم الترجي أنا نقول لك فيش قاعد يتقال في الشارع الرياضي الترجي ما يقنعش الترجي فما برشا ملاعبين مشرين برشا فلوس وما همش يعطوا في المردود اللازم رئيس النادي يوفر لهم كل شيء وهما ما عطاو شيء للترجي هذا حقيقة قال كيفاش هما مال الاولانيين تو مش الترجي برك اللي عندهم لعبيه تخلص في برشا فلوس يعني من البطوله كل فما في النادي الافريقي مش باش نحكيو على النادي الافريقي نعرفوا صبر خليفه شو يخلص نعرفوا برشا ملاعبيه شنو باش نحكيو على النادي الافريقي في مخلفات سليب الريح اما تو ما نصورش تو يا تو صغير زواد ياخذ في 5 ملايين تجاري بالعيد ياخذ في 5 ملايين انت قلت انا ما شفتش انا قلت يعني أنا قلت. المتداول هو اللي برشا ملاعبين يخلصوا في برشا فلوس مليون في الاخر بكل يعني في الاخر النتيجه هي اللي هذاك الشان داخلي يعني توا كي نحكيوا على بطوله نلقاو ترجي يعني رغم العثره شطار عثره الاخرانيه تلقاه هو الاولاني وهارب على ملاحقيه يعني 5 نقاط شنو باش تحكي على الفرق الاخرى اذا ترجي ما يقنعش تو نفهم من كلامك سي عبد الكريم الترجي في طريق مفتوح نحو البطوله نجم تقول ولو انه مش هذه الغايه نتاعنا بناء فريق لرابطه الابطال يعني في تونس بطوله مش غريبه على الترجي نتذكر في فتره ما شهر التالي شهر ونص التالي عملت معاك حوار فاس فاس كنت ضد بقاء فوزي البنزرتي اليوم فوزي البنزرتي حصلت القطيعه بينه وبين الترجي خروجه في وقته ولا مش في وقته في صالح الترجي ولا مش في صالح الترجي انا نتفكر مليح شنو قلت المره الاخرى عمري ما طلبت بخروج فوز بنزرتي انا انتقدت فوز بنزرتي من حيث الاداء من حيث نقولوا احنا التركيبه من حيث بعض النقاط الفنيه ما عمري ما طلبت بخروج فوز بنزرتي لانه فوز بنزرتي مش اليوم شو نقولوا انه فوز بنزرتي من احسن المدربين في تونس كنت ابديت يعني بعض الملاحظات فنيه وعمري ما طالبت بخروج فوز بنزرتي لانه من مشمولات هيئه الترجي مش من مشمولاتي يعني انا جي كريتيكي يعني قطع النظر من حقك باش تعطي وجهه النظر نتاعك سلبيه والايجابيه كانت فوزي توا تمنيته يواصل ولا خروجه في مصلحه الترجي توا؟ من بعد ماتش الاهلي يعني تعكرت الامور شويه مع الجماهير صارت بعض
نقولوا احنا الاختلافات في وجهات نظر مع بعض الملاعبيه، الجو العام ما عادش يسمح يعني. وهذا يحسب للسيد حمدي المدب اللي ما تسرعش وما خذاش قرار جيست بعد ماتش الاهلي، لانه الترجي كان رغم ما قيل كان ماشي في ثنيه صحيحه، لانه قاعده نتائج قاعده تجي، واحنا شفنا الفرق اللي خذات قرارات. مش نجم رياضي الساحلي نشوف نادي الافريقي يعني صار تسرع في اخذ القرارات كل شيء ودفعوا الفاتوره اليوم نقولوا احنا رسالة حمدي المدب اللي هو يعني يعتبر يعرفوه الناس كل غير مندفع، ياخذ القرارات بالتروي، وصلتنا للشيء اللي احنا نحبوه اللي هو الترجي مسيطر على البطوله. ولكن كما قلت لك صارت تراكمات، صاروا اختلافات مع 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 بعض اللاعبين في, في في الاداء وفي حاجات هكا. كبرت الحكايه مع الجماهير تاع الترجي. ما نعيبوا على سي فوزي، هو ما عرفش كيفاش يتخاطب مع، نقولوا احنا في بعض المداخلات نتاعو التلفزيه ما كانتش محبذه، لانه من غير المعقول ان واحد كي يسميه له ملاعبي يقول ربي يقوي سعد ولا حاجه تشبل هكا، فهمت؟ ولا باش يقول انا قاعد في الترجي على خاطر ماخذه في خاطر سي حمدي المدب، مش هذا الكلام يعني. لو كان مش سي حمدي المدب يعني راهو مشى حسب ما يقول هو. هي في الكوره، الكوره ما فماش ماهيش سحر ولا دمغجه ولا حاجه، فما نتائج وفما اداء. الترجي فيه ملاعبيه ما يخولوا باش يستنى اداء احسن من هذاك. واضح. سي مختار، بعد خروج فوزي البنزرتي او القطيعه بالتراضي وسموها كل واحد يسميها كما يحب هو، شكون تراه البديل المناسب لفوزي البنزرتي في الترجي؟ ايه ساعة مانيش مسؤول في الترجي التونسي باش نشوف البديل وغير البديل. اما انت قريب من المسؤولين. ما يمنعش اللي فما رئيس اللي اكد بالتجربه نتاعو بالحنكه نتاعو بالقرارات نتاعو اللي خذاهم طيله العشر سنوات الاخيره في صالح الترجي الرياضي التونسي، يعرف يختار الوقت المناسب والشخص المناسب باش يحطه في المكان المناسب. اذا اذا كان توا كما قال عبد الكريم الترجي الرياضي التونسي ما دخلش في ازمه على خاطر بعد خساره الكاس نتاع الاهلي حمدي المدب وطبعا والكفاءات اللي معاه المسؤولين ما تسرعش حمدي، ما خذاش قرار تحت الغش في حاله غش، ما خذاش قرار في تحت الضغط تاع الناس، خاطر صار ضغط وصارت كلام ياسر في الفتره هذيك. هذا ما يدل على الشخص هذا يعني ينظر دائما لبعيد، ومش اول مره. الترجي كان في الاول في الترتيب توا عده سنوات ونحى المدرب ومرتين عملها، مش مره ولا اثنين، يعني ماهيش حاجه جديده. سي مختار، سلتك على البديل. البديل انا نعرف البديل احد المستشارين تاع سي حمدي. لا ماهيش مستشارين تاع سي حمدي المدب. لا انا نعرف كي خو رايك. لا ما يمن بالكفاءه. لا يسال سي حمدي ايش بيه، علاش لا يمن بالكفاءه تاع المدرب. شو المشكل كي يقول لك نجيب عبد الكريم بوشوش تقول له ايه ولا لا؟ لا هذاك ما يعنيش اللي كي يسالني على اي سؤال نقول ايه ولا لا، لكن القرار مش في اخر تليفون. اش قال لك فيه البارح؟ ما عندي توا شهر ما تكلمتش انا ويا حمدي المدب. ارتحت؟ ما تصدقش هذا مزاح هذا نتاع بيناتنا. البديل توا القرار الاخير هو كونه نكملوا المرحله هذه يعني الفتره هذه يكملوا لا عاد ما تفرضش علي ايش نقول ايش ما نقول. لا نكملوا اي فهمت. بعد لا نوي بونت كونساي، نقول القائل بالفرنساوية لا نوي بونت كونساي. حمد المدب ماهوش قاعد المختار التليلي ولا غير المختار التليلي باش يعطيوه الفكرة ويعطيوه الرأي باش شكون ياخذ وقتاش ياخذ وقتاش يبدل. في كلمة، لو كان كنت أنت رئيس الترجي شكون المدرب يصلح للترجي تو؟ أنا مانيش أنا مانيش رئيس الترجي التونسي. أنا مش رئيس الترجي التونسي. باش نفس السؤال سي عبد الكريم، لو كان أنت كنت رئيس الترجي شكون المدرب اللي تصحح له تو باش يدرب الترجي؟ محقق مش باش يكون تونسي. لانه الترجي مشيت بالي اخر
بصراحة ملعبية أنا ملعبية في الترجي أقوى من المدربين الموجودين. فماش مدرب تونسي يستحق يدرب الترجي توا؟ توا حاليا ما نشوفش، ما أخوش من فوز بنزرتي. كان ينجم يكون نبيل معلول، نبيل معلول يعني ديجا نبيل في المنتخب ما نحكيوش عليه، فوزي وفاي المكتوب ما نحكيوش عليه. توا ما فماش اسم تونسي يستحق في تونس ليه؟ الاسبيرونس طلعت أكبر من الموجودين؟ يعني الملعبية اللي عندها بصراحة نجم نقول لك أقوى من المدربين الموجودين في تونس. رأيك؟